فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من احتاج حاجة شديدة إلى أن يتملك سيارة ولم يستطع الوصول إليها إلا عن طريق ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك، فهل يرخص له بهذا؟ لا ما يجوز، يصبر إلى أن الله ييسر له ويشتري سيارة، ولا يستاجر ويركب مع الناس. نعم، التكاسي هو يمن الله ييسر له شراء السيارة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.